لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، قال كانوا يضربوننا على العهد والشهادة. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى هو من أكابر التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، وهذه رواية البخاري. ورواية مسلم رحمه الله تعالى قال: كانوا ينهوننا ونحن غلمان، كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. فهذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يفيدنا فوائد في هدي السلف رحمهم الله تعالى. أولاً، عناية السلف رحمهم الله بالتربية، فكانوا يربون الصغار تربية صالحة، خاصة فيما يتعلق بحق الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فقول إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا وكانوا ينهوننا، أي من أدرك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن السلف الصالح من التابعين. وأيضاً يستفاد أنه لا بأس باستعمال الضرب في التربية، لأن استعمال الضرب من الوسائل التربوية النافعة الناجحة، وذلك لأن الصغير قد لا يعرف الأمر والنهي على وجهه المطلوب، ولكن إذا ضرب عليه عرف ذلك. والضرب جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. فأما في القرآن فقوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث محمول عند كثير من أهل العلم على ضرب التربية والتأديب. فالضرب من الوسائل الشرعية النافعة. وأما الذين ينهون عن الضرب فهم متأثرون بالتربية الغربية، وأما الأدلة الشرعية فتدل على مشروعية الضرب في التربية، ولكن هذا الضرب يكون ضرباً غير مبرح، لا يكسر عظماً ولا يشق جلداً، وإنما هو للتأديب والتربية وليس للتعذيب. ومما يستفاد أيضاً من هذا الأثر أن العهد والشهادة ينبغي للمسلم أن لا يعود نفسه عليهما، وذلك لأن تحمل الشهادة قد يؤدي بالمرء إلى الكذب فيها، واستسهال الشهادة قد يجر إلى شهادة الزور. وأيضاً الإنسان لا يستسهل مسألة العهد وهي اليمين، لأن كثرة اليمين تدل على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأيضاً قد توقع العبد في المخالفة، مخالفة هذه اليمين التي أقسم بها. وأصل كلام إبراهيم النخعي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقال إبراهيم: كانوا يضربوننا ونحن صغار على العهد، على العهد والشهادة. فدل هذا الأمر على أن التسارع إلى الشهادة واليمين أمر مذموم، ولكن لا، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتحمل الشهادة مطلقاً، وإنما المراد هو التهاون فيها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. فالجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الذين يتسابقون إلى الشهادة، وما جاء عن السلف أنهم يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها هو الذي يأتي بالشهادة التي لو لم يأتي بها لضاع حق الرجل المظلوم، فتكون هذه الشهادة من باب إحقاق الحق ونصرة المظلوم. فإذا الأصل أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى تحمل الشهادة ولا يعرض نفسه لليمين، ولكن إذا حصلت وتحمل الشهادة فإنه يؤديها كما تحملها، وإذا حلف على يمين فإنه يعظم هذه اليمين ويقوم بحقها ولا يحنث فيها إلا عند الضرورة القصوى. فهذا من هدي السلف رحمه الله تعالى في التربية، التربية على تعظيم حق الله سبحانه وتعالى وعلى عدم التساهل في الشهادة والعهد، وأيضا أنهم كانوا يضربون على هذه الأمور من باب التربية والتأديب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.